الفتيات حتى أنه لدي المزاج لأقوم بالواجبات لأن العطلة اقتربت. أجل اقتربت العطلة الصيفية 3 شهور. 3 شهور من التسكع والاستمتاع. أجل الفتيات سنقضي هذه العطلة بأروع ما يمكن. تتذكرون ما اتفقنا عليه صحيح؟ أها. اسمعي ناستيا، دعيني أرى كيف حللت المعادلة الخامسة. خذي انظري. مثلي تماما، إذا حللتها بشكل صحيح. أنتم محظوظات الفتيات، أنتم من نفس الفصل وأنا أجلس هنا بمفردي وماري غائبة. كل الأسئلة لماري. يا إلهي ديانا، أمل ألا تكون لك. هم فتيات تنجزون الواجبات، أستطيع مساعدتكم. مرحبا روميو، ماذا تظنون؟ غبيات؟ بالمناسبة نحن ندرس جيدا. هم يدرسون جيدا. رائع، كنت أعرف أنك ذكية وجميلة. ديانا ماذا لديك الليلة؟ لدي تذكرتين لحديقة الحيوان. مرحبا مرحبا، أنا وعائلتي نحب الحيوانات جدا، لذلك قررنا إنقاذ حديقة الحيوانات المهجورة هذا. قم بتنزيل لعبتنا كي تستطيع الاعتناء بكل الحيوانات وتساعدنا ببناء أفضل حديقة حيوانات في العالم. سوف أراكم في اللعبة. آه روميو، حديقة الحيوانات ليست أفضل خيار. اسمع روميو، لن أذهب إلى حديقة الحيوانات ولا أنصحك أيضا، لأنه بشرائك للتذاكر تشجع على حقيقة نمو الحيوانات المسكينة في الأقفاص. حسنا، لا حديقة حيوانات، هناك تذكرتين إلى السيرك، هل تذهبين؟ أجل روميو، وأيضا لا أشجع السيرك، لذا لن أذهب إلى حديقة الحيوانات ولا إلى السيرك. أين ستذهبين وسأشتري التذاكر؟ اسمعوا فتيات، كيف يمكنني أن أطرده دون أن يشعر بالإهانة؟ ديانا فكري بمفردك. اسمعوا روميو، لدي صديق ولا أخرج مع شباب الآخرين، آسفة. فهمت ديانا، آسف على هذا، إنه قطعة من الفن. أجل أجل رين، روميو ماذا تفعل هنا وما هذا الهراء؟ مرحبا عمي مايك، لا شيء، أتحدث مع الفتيات. مرحبا معلم مايك، كل شيء بخير، فقط روميو قام بدعوتي لأذهب معه لحديقة الحيوانات أو السيرك، لكن لا أشجع هذه الأماكن. ديانا جيد أنك لا تفعلين، روميو أخبرتك ألا تقترب من ديانا. معلم مايك ماذا عن الرقص؟ راين ألا ترى أنا مشغول، سنتحدث لاحقا. حسنا معلم مايك فهمت. كيف حالكم بنات؟ مرحبا كل شيء بخير، ماذا عن كيف هو الرقص؟ توقف عن إخباري ماذا أفعل، عمي مايك أنا راشد. روميو إلى الفصل بسرعة، سأتحدث معك. تباً أشعر بالأسف على روميو، لما هو معجب بي أنا؟ ديانا حسناً لو كان معجباً بي لم أكن لأخرج معه أيضاً. أنا أيضاً لأننا جميعاً نملك أصدقاء. ديانا هل يحبك؟ أجل راين يحبني. فتيات حتى المعلم مايك أخبر روميو أن لا يعجب بي، لكن روميو لا يهتم. لو كنت مكانك كنت سأتم لأمره، إنه شاب رائع. شكراً راين على نصيحتك. ديانا راين لن ينصح بأي شيء سيء. حسنا شباب، ماذا تريدون منا؟ لما تحتاجوننا بسرعة؟ أمعجبون بنا؟ نحن هنا من أجل صفقة، لا نريد أن تواعد المتمردات لاعبي السلة، نريدهم أن يعودوا لنا. اشتقت لماري كثيرا. هل جننتم أولاد؟ إذا لما تتحدثون معنا؟ لا نملك شيئا لنفعله مع المتمردات. حسنا فئران، يمكنكم أن تفارقوهم عن لاعبي كرة السلة بطريقة ما. متأكدين أنكم ستنجحون؟ سنفعل لكم أي شيء. أجل اطلبوا أي شيء تريدونه، فقط أبعدوا المتمردات عن لاعبي السلة. يعني هل نساعد هؤلاء الأولاد المساكين؟ ليالي نحن لسنا صديقات المتمردات. حسنا سيصبحون. تبا آمل أن يوافقوا. سيوافقون، نحن نوافق على شروطهم. إذن فئران هل نعتمد عليكم؟ لحظة فقط، يجب أن نتناقش. حسنا موافقات، لكن لكي نساعدكم تدينون لنا باشتراك في صالون تجميل بابل باني. ماذا؟ اسمع، إما أجل أو لا، الوقت يمر. واحد اثنان. أولاد يجب أن نوافق. موافقين. باتريك ابتعد. جيجي لم أخرج مع الفئران. باتريك أتظن أنني ساذجة جدا ولم أرى الفيديو؟ إن وافقتم نريد تذكرتين، واحدة لي والأخرى ليانا، لكي تعودوا للمتمردات يجب أن نكون صديقاتهم، وهذا صعب جدا. أنتم فئران ستنجحون، نثق فيكم فتيات، أنتن رائعات. ماركوس لكي تستعيد ديانا يجب أن تغير مظهرك. أجل يجب أن تكون مثل سمايل. ماذا ماركوس تقلد شخصا آخر؟ لا نحب أن نبدو مثل الآخرين، سننصتني الفئران. ماركوس يجب أن تغير ملابسك.
إن السعادة ماركوس ديانا ستستعيدون فتياتكم أيضا، هكذا يعمل الأمر عند المتمردات. إذن ماذا أحتاج؟ أولا يجب أن تغير ملابسك. يا لمن هذه الملابس؟ لا يهم. حسنا فئران، شكرا، نعتمد عليكم. أعيدوا لي ماري. نحن نحجز لكم مكانا في الصالون. سيعودون سيعودون. حسنا لنبحث عن المتمردات. تقصدين صديقاتنا. ماركوس افعل كل ما نقوله. الفئران سيساعدوننا. جيد، إن ساعدونا عندها سأذهب للسينما مع ماري. ونحن لن ندع فتياتنا يذهبون لأي مكان. صحيح جولي، أنا آسف، هم من تغزلوا بنا. بروفوستي لقد سئمت من هذا حقا، لقد غبت عن المدرسة ليوم واحد وأنت خرجت مع تلك الفأرة. أخبرني هل هي أفضل مني؟ أفضل مني؟ جولي لا 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 أصدقك، أبعد يديك عني، أبعدها. جولي لا تصرخي، الأولاد هنا، لا تحرجيني. أتعلم ماذا بروفاستي؟ لن أصرخ عليك مجددا، الفأرة من ستفعل. أولاد لدي طاقة كبيرة، عندما تكون معي ديانا تحفزني كثيرا. توقف عن التباهي، أنا أيضا لدي كنوبا وتحفزني. ماري نجمتي الصغيرة، لم تأتي للمدرسة اليوم بسبب شيء، أنا أحبها. أولاد بقيت لكم 5 دقائق لتنتهي حصتكم، الآن ستأتي المتمردات وسنتدرب. نتذكر ذلك تالسمان. أولاد لنتابع. مرحبا أولاد. مرحبا تالسمان. أوه فتيات مرحبا. مرحبا سمايل، اسمع أريد أن أخبرك شيئا كي لا تظن أنني سيئة. حسنا، روميو ابن أخي المعلم مايك يحبني، إنه معجب بي. أجل سمايل، هذا صحيح. أجل، المعلم مايك أبعده اليوم عن ديانا. ماذا تقصدين؟ كنوبا، عما تتحدثين؟ سمايل لا تنصت لها، فقط وقف أمامي، هذا ما حدث. المعلم مايك جاء وأخذه للفصل، ربما يوضحه. سئمت من روميو ذاك. أحسنت لأنك أخبرتني عزيزتي سوري. طبعا سمايل هذا ليس ضروري، إنه لطيف جدا، وقع في الحب فقط. أنا أقرر ماذا سأفعل معه. فتيات أرجو لكم تدريبا رائعا. كنوبا هل روميو يتغزل بك؟ لا، إنه واقع في حب ديانا. جيد تدرب الآن. هيا طالسمان حرك مؤخرتك جيدا. حسنا سأفعل. مرحبا ديما. أنا هنا. تعال هنا. ماذا تفعلون هنا؟ جئتم لتحدقوا بفتياتنا مجددا؟ اخرجوا من هنا بسرعة. تبا لما جاءوا هنا؟ لعب كرة القدم، نحن نتدرب. اخرجوا بسرعة، سنغير ملابسنا الآن. حسنا شباب، لا أريد أن نتشاجر هنا، البارحة لم يكن الوضع جيدا، لذا ديما وكييف يريدون الاعتذار من لاعبي كرة السلة والمتمردات لأنهم تجسسوا عليكم. أجل كفى، لقد سامحنا ونسينا كل شيء، اهدأوا. أيتها الخضراء كل شيء بخير. اهترس النظر فقط. لكن هذا أمر كبير. لا لاعبو كرة القدم اعتذروا، ديما هيا. متمردات أسف لأننا اختلسنا النظر، لن نعيدها، كنا نشاهد الرقص فقط. ديما أكثر. أيتها الخضراء لقد سامحناهم. أيتها الخضراء كفى، المتمردات سامحونا. لا ديما أكثر. سمايل لن أنظر لجهة ديانا مجددا. أكثر. ولن أتحدث معها. أكثر. لن ألقي التحية. أحسنت ديما، سعيد لأنك فهمت هذا دون أن أتحدث. حسنا الفتيات وداعا. ديما كيف أخرجوا؟ ماذا؟ أخرجوا. حسنا هيا. وداعا أولاد. أيتها الخضراء لما بقيتي؟ هل ستقومين ببحث هنا؟ فتيات هيا لنتدرب. تاليسمان انتظر. حسنا المتمردات كيف وديما لن ينظروا لكم، لكن إن رأيتكم أنتم تتحدثون معهم أو تضعون أعينكم عليهم أو أي شيء، عندها ستواجهونني أنا، واضح؟ فهمتموني؟ فهمنا. أحسنتم، لن أعطي ديما خاصة لأي أحد. هذا هو الكروفر. تبا تاليسمان، صديقها ديما مع صديقه كيف تجسسوا علينا البارحة عندما كنا نرقص ونحن من نلام. فتيات لا بأس، لا تهتموا، أنا مع تدريب زي الموحد. كنوبا أحضري بعض الماء. روميو ستصبح لاعب كرة قدم أو لاعب سلة معي، وستجد فتاة جميلة، وحتما ستكون ديانا. روميو ولك كلمة عن ديانا، وإلا ستطرد من المدرسة وأنا من سأطردك. إذا لاعب كرة قدم أو لاعب سلة، فهمتك عمي ماي. فتيات الشكرا ساخنة. وأخيرا لقد تأخرت. فتيات ألا ترون المقهى مليء، يوجد الكثير من العمل. لا نهتم لذلك أبدا، يجب أن تخدمينا. لقد بدأ تدريبنا مسبقا، ونحن ننتظر الشكرا منذ ساعة. دعونا لنتدرب اليوم، معدتي
تؤلمني كثيرا. دائما لديكم شيء يؤلمكم. لا أكذب، إنها تؤلمني كثيرا. هل يحدقون؟ أجل يحدقون. دعيهم يحدقون. أتعلمين ماذا جولي؟ سنتجاهلهم، لن أسامح باتريك على هذا. جيجي أنا أيضا. إذن باتريك هل نطلب شيئا؟ لا أعلم، لا أستطيع أن أضع شيئا في فمي. أنا أيضا، تبا كيف أفسدنا كل شيء. جيجي كانت قريبة مني والآن بعيدة، وجولي طردتني حتى أنني أخاف أن أذهب وأعتذر. بيتزا، لما لم يطلب الفاشلون شيئا؟ لا أعلم. أيها الشباب الفاشلون، إما أطلب شيئا أو أخلو المقاعد. أجل، لا تنظروا لأفواه الآخرين. نحن لا ننظر، نحن فقط لا نريد أن نأكل، وأيضا قلوبنا منكسرة لقطع صغيرة. جولي، هذا ما يستحقون. أجل جيجي، دعيهم الآن يجمعون قطع قلوبهم. شباب مرحبا وشهية طيبة، لقد فتحت مدرسة خاصة للرقص اسمها مرونة راين. راين، أنت هنا مجددا مع رقصك. سآتي. روميو، الرقص ليس للرجال. راين، وأي نوع من الرقص تعلم؟ فتيات، لا يوجد رقص، لن يكون لدينا وقت للتشجيع. شباب، الرقص مرن وجميل، الحصة الأولى بالمجان. نريد الذهاب للرقص المرن. راين، سنأتي. حسناً، خسرناهم. أجل، إن ذهبوا للرقص ينتهي الأمر. راين، ماذا يجب أن نرتدي؟ فتيات، الشورت والقميص يكونان رائعان. آيس، أيمكنني الذهاب للرقص أيضاً؟ هذا ليس تشجيع، سأكون بمفردي. حسناً، يمكنك الذهاب عند راين، أنا أثق به. شكراً آيس. راين، سأتي أيضاً. ممتاز، الشورت والقميص للرقص. الشورت والقميص؟ لا لا، أنت ذهبي. تبنى آيس، لماذا؟ هل سترقصين بالشورت والقميص؟ حسناً، سأرتدي سروالاً ضيقاً. جيد. حسناً. فتيات، لاعبو السلة ظريفين جدا، إنهم مستعدين لإرضائنا في كل شيء. طبعاً ديانا، عدنا لهم للتو، آمل أن يبقى الأمر هكذا. لكن تخيلوا كيف يشعرون أصدقاؤنا الجدد، لابد أن شعورهم سيء. لحسي، لو كانوا حزينين كانوا سيكونون هنا، لكن لم يعودوا للمدرسة في اليوم الثاني، ولم يتصلوا أو يرسلوا رسالة. فتيات، نصيحتي لكم ألا تتذكروهم. انظروا أنتم مع لاعبي السلة، الحياة جيدة، كل شيء رائع. صحيح تاليسمان. فتيات، أنا لست في هذا أبدا، أنا لم أوعد لاعب سلة ولا أتوعد الآن. ليالي، أنا قلقة جدا، ماذا إن رفضوا؟ اسمعي يانا، لما سيرفضون؟ لقد جئنا بنوايا حسنة، سيقبلون بكل تأكيد، لذا لا تقلقي. ليالي، هيا. أريد صديقة أيضا، لكن لم تعد هناك فتيات جيدات. تاليسمان، كل شيء في وقته. ستجد صديقة تاليسمان. مرحبا متمردات، أيمكننا الدخول؟ حسناً، دخلتم مسبقاً، أخبروني ماذا تريدون؟ اسمعوا متمردات، نعلم أنكم تعرفون كم نحن سيئات. فعلنا الكثير من الأشياء السيئة لكم، لكن لا يمكننا أن نكون سيئات أكثر، لذا كعك المارشميلو هذا لأجل صلحنا. إذن نتصالح؟ تباً فئران، ما هذا؟ هل تمزحون أم ماذا؟ أجل، هذا غريب، من دون سبب جئتم وتريدون صداقتنا. ألا تثقون في النوايا الحسنة أبداً؟ إذن أنتم سيئين أيضاً. ألا تثقون أن أي شخص يمكنه التغير والتحسن؟ هذا غير متوقع، لكن أنا مع السلام في المدرسة، إذن لنتصالح؟ واو، كنا نعلم أنكم ستقبلون صداقتنا، لذا كعكة المارشميلو هذه لكم. تبدون رائعات. بالمناسبة، كيف حالكم على الصعيد الشخصي؟ لقد كنا صديقات، يمكنكم الوثوق بنا. أوه، على الفور. كل شيء بخير فئران. أيمكنكم ألا تنادون فئران؟ لدينا أسماء. فتيات، نذهب للمقهى، المكان مليء هنا. تاليسمان، لا حاجة لأن ترتدي هذه البدلة. بالمناسبة فتيات، سمعنا أنكم أنتم ولاعبي السلة معا. أجل و... فهمت، لكن بصراحة أصدقاؤكم الجدد كانوا أفضل. حسنا، أقول هذا كصديقة فقط. بصراحة أصدقاؤكم الجدد أقوياء مقارنة مع لاعبي السلة. فتيات، هناك أمر مريب. إذن فئران، على ماذا تنوون؟ ليالي، انتظري، هل تظنين أن أصدقاءنا الجدد أفضل؟ لماذا أنا أتساءل؟ تبا، من من تطلبون نصيحة؟ نوبا، نحن نتساءل فقط. أجل، إنهم أفضل، إنهم أقوياء، إنهم مهذبين ومثقفين. وماركوس، ديانا، مظهره كعارض أزياء، أود أن أكون صديقته. أجل، ماركوس وسيم جدا، لكنني اعتدت على سمايل أنا أكثر. اعتدت عليه؟ هل نسيت مقدار الألم الذي سببه لك سمايل؟ وأنت كنوبا، كم من مشكلة واجهت مع تيمور. أجل، صحيح، حسنا، هذه هي العلاقات. تبا فتيات، لقد اشتقت لجيرا كثيرا. تبا، لا أعلم على ماذا تنوون، لا تنصت لهم، فقط تصالحوا مع لاعبي سلة. الفئران يحاولون اللعب بعقولكم. تاليسمان، حسنا فتيات، توقفوا. بالطبع نحن سعيدات لأننا تصالحنا معكم، لكننا سنختار علاقتنا القديمة. أجل، سأبقى مع تيمور. تاليسمان، هيا.
ليالي أتبل لم ننجح. يانا كنا على وشك أن ننتهي، يوم آخر وسننجح. Problems on problems on problems on problems on problems are so but my run through the money the pressure be calling left on my blessings I feel like I'm falling. ألا يمكنكم إغلاق الباب؟ ديما أخبرهم شيئا. لما أنا لما سأقول لهم شيئا؟ هيا لقد قلت أريهم. شباب لا تدفعوا الباب هكذا، إنها مدرسة. نفعل ما نريد. تبا وقحين. حسنا ادفعوا ادفعوا. شباب سنأكل. أوه أجل أريد السمك. شباب لا أفهم هذا، لا أعلم. ابتعدوا بسرعة. ماذا تفعل أنت؟ تبدو مثلي. يبدو مثلك تماما سمايل. اسمع أنت من تبدو مثلي أيها العشقة. إنه دائما يرتدي هكذا. أجل اسمع أيها المجعدة، تريد أن تكون مثلي؟ إن كنت تريد ديانا فلن تنجح. علاقتي معها مثالية مثالية. ليس طويلا، واضح ليس طويلا. لا أفهم ماذا يحدث هنا. أو عزيزتي، هذا البهلوان يريد أن يكون مثلي. لما جاءوا لمدرستنا؟ لا أعلم. أولاد ابتعدوا. مرحبا ماركوس، هل جئت لمدرستنا فجأة؟ أجل ماذا تفعل هنا عزيزتي معي؟ جئت عندك لأراك. رأيتها؟ إذن اذهب. ماركوس هل غيرت ستايلك؟ أصبحت ترتدي هكذا؟ ديانا. أجل ديانا كل هذا لأجلك، عودي إلي. نوبا وأنت لي. ناستيا. أجل أنا هنا. عزيزتي تحدثي. ماركوس آسفة لا أستطيع، أختار علاقتي القديمة. سمعت هذا، الآن ابتعد من هنا. أولاد أولاد أعطونا يوما آخر والفتيات سيصبحون لكم. نعدكم. لا أظن أن ديانا ستعود. صدقني ستعود. يوم واحد أولاد، يوم واحد. شباب هذا اليوم كان يوم مغامرة في المدرسة، الفئران تصالحوا معنا وماركوس يريدني أن أعود له. لكنه لن ينجح أبدا. حسنا شباب دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا. وداعا وداعا.